اللهم اغفرنا من الظلمات والنور واغفرنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واحسن اخلاقنا بالحلم وسهل لنا ابواب فضلك علينا بالنزائل رحمتك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فَأَبَى جَمِيعُ الْأَثْمَارِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَبْلُو لِلَّهِ
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله سوء العذاب يذبحون أهلكم ويسلمون
بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بغلها وقثائها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ابدوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا صابين من آمن منهم بالله واليوم من آمن بالله واليوم وإذا
قتلتم نفسا فدارت يا رسول
يكفروا بما أنذر الله بغيا أن ينذر الله من فضله يرى من يشاء سمنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم الإجلال إن كانت لكم الدار الآخرة وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم قولوا راعنا وقولوا ذرنا واسمعوا وأطيعوا
رسولكم كما سئل موسى من قبل من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم إبراهيم
بك ويعلمهم إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد سفهناه في الدنيا وإنا في الآخرة لمن الصالحين قال له ربه واصف على ذكرنا في العالمين وصى بها إبراهيم بني يعقوب يا بني إن الله سفى لكم الدين يعرفونه
ومن ربك ما تكون ولكل وجهة هو موليها وسابق الخيرات هيا ما تكون هديهم لا يمين إلا كل شيء ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه وما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بما قدم خيرا فإن الله شاكر عليه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه إلا شهد بأولئك يعلم لا يرحم الراحمين إلا الذين تابوا Allah.
للذي ينعق بما لا يسمع إلا الخنزير وما أهل به لغير الله الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر
فإني غريب أجيب دعوة الداعي صيام الرفث إلى نسائكمن لباس لكم أنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد لتردد الله على ترابها ذلك بين الآيات للناس لعل قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتبع البيوت لبابها وقاتلوا في سبيل الله الذين فترة أشد من القتل ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوا انتهى فإن الله قاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بما بدا عليه وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى الذنب قد عزلوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي المحلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن وما تقلوا بما يعلم الله ما تدوّن
قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اللهكم واشد ذكرا فمن الناس منكم
منكم عن دينه ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم إخوانكم حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولأمة مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار حتى يظهرنا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وإذا طلقتم النساء
فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما فإن أرادا فسارا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وإذا النساء وكنعتوا في أنفسكم علم الله أنكم تذكرون أن هذه لا تهاجرون نسبا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تجدوا عقدة النكاح حتى يبلغ النصاب أجله واعلموا فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده Oh,
اعبدوا الله غرا ازلا فيضاعفه له من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده وبقية مما ترك آل موسى فأما فصل ضالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يدع ومن لم يدعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا ضاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله البينات وأيدناه بالروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات
الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء معاذ الله سلام الله علينا.
ثم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث فرجل وامرأتان ممن
إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا مصوم منكم واتقوا الله لا يغلبكم الله ولا يغلب شيء عليكم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة، فإن عمل بعضكم بعضا فليؤد الذي من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم شهادة رميتها، وإن لم يعلم والله بما تقولون عليه. إلا ما بالصلوات وما بالرد أن تبدوا ما في أنفسكم وتقول اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا